كعاده النادي الاهلي بقى، كعاده النادي الاهلي، الاهلي بين الكبار في كاس العالم للانديه. ده خلاص اصبح العادي، الاهلي ما زال بيواصل كتابه التاريخ العالمي، وهيكون موجود في اول نسخه من كاس العالم للانديه بالنظام الجديد في 2025، واللي هتكون مكونه من 32 نادي، وهتكون منافسات قويه جدا. الفيفا اعلن عدد المقاعد حسب الجدول اللي احنا شايفينه او هنشوفه مع بعض على الشاشه، لكل قاره عدد من المقاعد. كمان اعلن ضمن المقاعد دي 9 انديه مشاركه، التسع انديه الاوائل اللي هتتاهل او اللي خلاص شبه مشاركه يعني، اولها النادي الاهلي. هنشوف مع بعض على الشاشه الكلام ده. اولها النادي الاهلي بطل بطوله افريقيا 2021 زي ما انت حضراتكم شايفين اهو. ادي المجموعات: اوروبا 12 فريق، امريكا الجنوبيه 6 فرق، افريقيا 4 فرق، اسيا 4 فرق، وامريكا الشماليه والوسطى والكاريبي 4، الكاريبي 4 فرق، واوكيانوسيا هتبقى فرقه واحده طبعا، دي الكعاده يعني، والدوله المضيفه هتبقى فريق واحد ايضا. ده كده عدد الانديه المشاركه وعدد المقاعد ال 32 في 2025. نشوف بقى الانديه اللي ضمنت التاهل مع بعض كمان على الشاشه، لان النادي الاهلي اول نادي ضامن التاهل زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي معانا على الشاشه اهو. الاهلي المصري هو اول نادي لانه ضامن التاهل من بطوله افريقيا 21 و20، والهلال السعودي دوري ابطال اسيا 2021، والوداد البيضاوي المغربي دوري ابطال افريقيا 22، ومونتاري المكسيكي دوري الكونكاكاف 2021 ايضا، وسياتل الامريكي ايضا 2021. الانديه اللي اتاكد مشاركتها كمان: بالميراس بطل الكوبا ليبرتادوروس، وفلامينجو البرازيلي ايضا ليبرتادوروس 2022، وتشيلسي وريال مدريد ابطال اوروبا 2021 2022. دي الانديه اللي ضمنت التاهل للنسخه القادمه من كاس العالم للانديه، اولها النادي الاهلي، النسخه اللي هتبقى اول نسخه بالنظام الجديد. رايي انا الشخصي ان ده اكبر حافز لاي لاعب في الجيل ده. تخيل انك عندك فرصه تشارك في البطوله وتكتب تاريخ زي ده مع اكبر انديه العالم، لازم تموت نفسك وتحفز نفسك وتحقق انتصارات مع الاهلي عشان تفضل موجود وتشارك. النادي الاهلي التاريخ هو اللي بيروح له، والعالميه هي اللي بتجيله. ده العادي بتاع النادي الاهلي. يعني احنا سبحان الله اتكتب على النادي الاهلي ان هو يفضل كبير على طول في المشاركات العالميه بالذات، يعني مش بس في المشاركات الافريقيه والكلام ده، لا، في المشاركات العالميه تحديدا اتكتب على النادي الاهلي ان هو يبقى كبير. دايما في اوائل المشاركات تلاقي النادي الاهلي موجود، دايما اسياد العالم، دايما تلاقيه في وسط الكبار، في وسط ريال مدريد، في وسط تشيلسي، في وسط الانديه الكبيره. ده النادي الاهلي وده العادي بتاع النادي الاهلي.